السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وياي فيديو جديد. واليوم راح اسوي لكم يوم بوكسينج حق جهاز 2DS نينتندو 2DS. طبعا خذيت جهاز نينتندو 2DS مع لعبتين بوكيمون اكس ان واي، وكذلك خذيت لعبة باتمان اركام اوريجنز. اوريدي انا بطلب الجنطة من برا الانترنت، وبطلب بعد كتاب زلدا هستوريا او هايرول هستوريا كذي، وفيجر ساموز اذا قدرت حصله والامور هذه بشوف ان شاء الله يعني. بس اهم شيء اني اجيب الجنطة من برا. بس تعالوا خلنا نتعرف على الجهاز نفسه. طبعا اوريدي نينتندو منزل الجهاز هذا الغريب نوعا ما، يعني سبب من الاسباب. اول واحد ان الجهاز ما يدعم 3D، لان 3DS طبعا مو زين حق الجهاز اللي اعمارهم من تحت 7 سنوات لتحت، وفعلا يعني اثر يعني على نظرهم والامور هذه. وقالت الشركة احنا بننزل جهاز 2DS بعد مو اللي تطبق، لا العادي يعني مثل ما تشوفونه صاير كأنه فاس، بس جيب الخشبة هني وركبه. فعلا اول ما اعلنوا على الجهاز هذا انا عبالي نكتة، بس طلع الموضوع كله صج، فاستغربت حيل وفعلا انتقدت الجهاز وكذي. ولكن قلت لنفسي بما ان جهاز نينتندو يعني طول عمرنا احنا يعني نمتلك اجهزة مكشوفة، يعني على سبيل المثال تعال حق ايام الجيم بوي، الجيم بوي ادفانس، الجيم بوي كلر، ترى كانت يعني كلها مكشوفة. عموما انا متحمس اني اجرب الجهاز هذا. انا اوريدي عندي 3DS XL وعندي DS XL كذلك او DSi XL، فقلت لنفسي ليش ما امتلك الجهاز هذا بما انه يعني الدعوة خربانة وفعلا خربانة. وتعالوا خلنا نشوف الجهاز هذا نفسه. اوكي من وين نقدر نبطل؟ خلنا نبطل من هالصب هذا ونتعرف على الجهاز نفسه. ما ادري شلون وين طبعا لازم اوخر هذا مني، لان اوريدي في انستراكشن مانوال يعني خلوني اغطي هذا. طبعا في انستراكشن مانوال زائد كلوب نينتندو، هذا محتاج على اساس اني اعبي يعني ريورد حق الجهاز، او اعبي يعني الكوين حق الجهاز نفسه على اساس اني اقدر اخذ مكافآت نينتندو. ولكن تعالوا حق الموضوع الاساسي اللي هو موضوع نينتندو 3 دي اس او نينتندو 2 دي اس، اسف دائما غلط بالسبيلينج، او يعني دائما غلط اقول 3 دي اس، ولكن الحين بقول 2 دي اس. طبعا شنو ميزه الجهاز هذا؟ الجهاز هذا انه يشغل العاب ال 3 دي 3 دي اس من غير 3 دي، وكذلك يلعب العاب 2 دي اس. وكنت اتمنى انه يكون فري ريجن. اوريدي انا عندي بلاك، بس بشوف البلاك وينه. وهو ما يجي داخل بلاك، ما ادري ليش ليه ما يجي داخل بلاك، مو مشكلة. عموما هذا هو جهاز ال 2DS اللي انتم شايفينه. اول شيء خلونا نشوف نجرب نشوف الجهاز هذا ونشغله ونجربه. والله نوعا ما مثل ما اقول لكم هذا هو الجهاز. يعني شنو اقدر اقول لكم انطباعي عن الجهاز هذا وشلون شكل الجهاز هذا. طبعا ابسط شيء انا بحط هذه مالت كيد إكريست، لعله يمكن ان شاء الله يشيلها كيد إكريست. خلينا نشوف نحطها كذي ونجيب مالت كيد إكريست نحطها هالصوب. طبعا مثل ما تشوفون هذا هو جهاز ال 3DS او ال 2DS اسف. مثل ما تشوفون الدقم تغيرت، صارت فوق والانالوج صار فوق. وتبون للأمانة يعني يذكرني حيل بالجيم بوي ادفانس، يعني شلون الجيم بوي ادفانس شلون كانت الأزرار هني أو الدي باد هني والدقم هني والال والار، يعني نوعا ما صاروا مريحات. يعني للأمانة أنا ما أبي أكذب عليكم ولا ألف وأدور، للأمانة يعني ما أخذ على مسكة إيدي، يعني شلون جاي على مسكة إيدي ماني عارف. يعني فعلا مثل ما تشوفون هذا هو الديزاين جاي نازل لين يصير نحيف او انحف. وهذا الفوليوم مع العلم انه تقريبا مو ستوريو او ستيريو ساوند، وهو مونو ساوند، يعني صوت واحد فقط من السبيكر هذا اللي انتم قاعدين تشوفونه هني. فهذا هو. وطبعا في ستايلس هني مثل ما تشوفون، هذا قلم حق الجهاز. وطبعا انا اخترت اللون الاحمر، ما بغيت اخذ اللون الازرق. وطبعا في داخل 4 جيجا اس دي كارد، اعتقد خاص من سامسونج، صارت نينتندو تتعامل مع سامسونج حيل بالاس دي كارد. ما ادري اذا كان كذي يركب.
وطبعا مثل ما تشوفون هذا حق السليب، والمكان هذا حق السليب. لو تعرف الجهاز ما يتطبق الحين، لازم اذا طبقته يروح للسليب مود، ولكن اذا انت بتخليه سليب مود من الزر هذا وخلاص. والاوديو جاك هني كذلك مثل ما تشوفون، هذا هو الاوديو جاك، والهوم هني، والستارت، والسيليكت هني، وعندكم الباور باتم هني، اي زر التشغيل هني، وكذلك ال L وال R نفس جايات نفس مالت الوي يو اللي فوق، عرفت شلون؟ يعني للأمانة ترى الملمس يعني الملمس مريح، والله العظيم اني ما اكذب عليكم. عموما شنو كاميرتين؟ ليش حاطين كاميرتين؟ ماني عارف، ولكن هذا هو الباك اللي ورا حق الجهاز مثل ما تشوفون، وهذا الشيء يعني الغريب يعني نوعا ما اللي حاطين كاميرتين. طبعا فوق مدخل الكارترج نفسه عندي الحين، بسوي لكم تجربة، بشغل الجهاز وبرجع لكم بعد شوي. اوكي، رجعت لكم بعد ما سويت سيت اب حق الجهاز والامور هذه. فعلا تعالوا خلينا نجرب الحين بوكيمون واي على جهاز 3 او 2 دي اس. طبعا قبل لا ابلش بقول لكم انطباعي يعني عن الجهاز نفسه. الشاشه مثل نقاوه شاشه جهاز 3 دي اس اكسل، ولكن حجم الشاشه مثل شاشه 3 دي اس العاديه. ف طبعا يعني ما فيها 3D، يعني انا متى انا ما عمري استعملت 3D ويا جهاز 3DS، الا يعني في بعض الاحيان يعني اشغل 3D وكذي، واحس يعني بعض الاحيان اني اتضايق من 3D حيل. تعالوا خلينا نشوف بوكيمون بحد ذاته على جهاز 3DS او 3DS XL شلون يتركب الكادرج. اهم شيء ما ابي اخرب الدعوه، يمكن الكادرج لا العكس يتركب، الصوب تركب من فوق. طبعا هذا هو الصوت انتم تسمعونه. خلونا نبلش مثل ما تشوفون، هذا يلفي او ما ادري يسموه البوكيمون، ما ادري شنو اسمه بس انا بسميه واي. اوكي، بيطلب من عندنا ابديت، اكسبت، ما عليه سي ادابتر، خليه ينزل ابديت حق اللعبه نفسها. وكذلك بعد شوي بنزل لكم او بحط لكم لعبه دي اس، لعبة دي اس عادية، بنشوف يعني لعبة الدي اس الاساس. اوكي الحين خلص، حاول ارد لكم الكاميرا شوية، بس حاول اضبط لكم البوزيشن، بعطيكم تيك ديمو فقط يعني عن الجهاز نفسه. طبعا بغض النظر اني انا شلت الجهاز، يعني الجهاز طبعا خفيف خفيف حيل. اوكي اسف، كانوا عيال الفريج يعني مزعجين شويه، كرشتهم وقلت لهم يلا توكلوا على الله. تعالوا خلينا نشوف انجلش بيجن ذا جيم، هنشوف شلون راح تكون اللعبه يعني او انتم تشوفونها يعني. طبعا انا بخليكم مع التيك ديمو وانا قاعد اشوف وياكم. you
طبعا توكل بوكيمونات المرة هذه بوكيمون بثري دي. هذا كان شيء حلو تقريبا ذكرني بأيام النينتندو 64. شيء كان حلو صراحة بوكيمون أيام النينتندو 64. عموما أعتقد أنه فيه تيك ديمو ثاني بعد. هذه لعبة DS على جهاز 2DS. هنشوف شلون راح تكون وشلون راح تصير. أدري يعني إن الشاشة شوية مغبرة مثل ما تشوفون، يعني ما يملأ الإطار كامل. هذه لعبة Golden Sun Dark Dawns على جهاز 2DS مثل ما تشوفون. هي أساساً لعبة دي اس عادية، فمثل ما تلاحظون الجرافيكس واضح والأمور كلها واضحة. أوكي، بالأول والأخير عن جهاز 2DS، يعني صراحة تغيرت نظرتي من ناحية الجهاز نفسه. أنا ما أدري عنكم، ولكن خلوني أقول لكم الجهاز هذا نفسه شنو وبالتحديد شنو. أول شيء عجبني فيه اللي هو طبعا المكان أو البوزيشن اللي تمسك فيه الكنترول، وصراحة يعني ما أخذ على الإيد، يعني صراحة أعطي نينتندو يعني شيء حلو إنها سوت يعني الديزاين هذا، إنه ما أخذ على إيدي. عرفت شلون؟ إنه ما أخذ على كامل إيدي وعلى راحة إيدي، وأهم شيء الدقام والأنالوج هني فوق شيء حلو. وبعد الشيء الثاني اللي لفت نظري اللي هو الـ والـ R بوزيشن صار فيهم أحلى، يعني لو في ألعاب مستقبلين تستعملهم انك تكون سهل يعني وياهم انك تضغط يمين او يسار بالتريجر نفسه. وتقريبا هم بعد الديباد يعني مكانه نوعا ما الديباد، اعتقد ان الديباد يعني ما يستعمل استعمال مثل الانالوج. الديباد فقط يعطيك مثل اوبشن لو تبي تختار شيء فتقدر تختاره بالديباد نفسه. ف شيء حلو يعني. يعني صراحة انا بالبداية كنت اظلم الجهاز وكنت انتقد الجهاز وكنت قاعد اقول عن الجهاز والامور هذه، قلت لازم اخذ الجهاز اجربه وذيك الساعه اشوف. هذا طبعا مكان النوتيفيكيشن، لو وصل لك نوتيفيكيشن يبين عندك هني شنو النوتيفيكيشن هذا. عموما هذا هو جهاز 2DS XL، وللاسف سوري 2DS XL دايم مو راضيه يعني تروح عن بالي. عموما الشيء الوحيد اللي يعني خلاني احس بضيقة الخلق اللي هو السماعات، انه ما في سماعة ستيريو كامل. اعتقد اني بس يعني بتم مع الاوديو جاك، وكذلك يعني ما في زر حق الواي فاي، يعني انت بتشغل الواي فاي او بتطفي الواي فاي مو موجود حق الواي فاي، وهو لازم تروح داخل الجهاز وتطفي الواي فاي نفسه. طبعا ريديزاين حق جهاز ال 3DS ولكن معدل على 2DS اللي يناسب صغار السن طبعا. وطبعا حق ناس اللي ما ودهم انهم يشترون جهاز غالي، طبعا الجهاز حده رخيص فعلا، يعني حده رخيص. انا اشتريته بالكويت 50 دينار، يعني نظرا لكم غالي شويه، ولكن لو تطلبه من امريكا راح يطلع ارخص من السعر اللي انا اشتريته فيه. وكذلك ان شاء الله انا بطلب الجنطه مالته اساس اني اغطيه مستقبليا بما ان الجهاز ما يطبق. فهذا يعني كل اللي اقدر اقوله عن جهاز 2DS، ولكن ان شاء الله يعني بقول لكم عن حلقه خاصه بالايلوج، بتكلم عن جهاز 2DS يعني تجربتي معاه، بعطيه 3 أيام 4 أيام، مع العلم ان عندي جهاز 3DS XL. فهذا يعني اللي اقوله لكم عن الجهاز هذا بكل تحديد. ان شاء الله اذا مسكتوه راح تغير نظرتكم من ناحيه الجهاز ومسكتكم للجهاز، ولكن لا تتاملون ان شاشه كبيره. هي الشاشه مقاس يعني مقاسها مثل مقاس 3DS الأولى اللي نزلت. عموما لايك سبسكرايب وشير حق الفيديو هذا، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير. وأي سؤال حطوه تحت بالكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.